فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التأمين بعد الفاتحة في غير الصلاة؟ التأمين في الصلاة سواء كانت صلاة نافلة أو فريضة، الصلاة الجهرية سواء كانت نافلة أو فريضة يجهرون بالتأمين، في صلاة التراويح، صلاة الكسوف يجهرون بالتأمين، صلاة الاستسقاء. نعم. وأما إذا كان في غير الصلاة الجهرية فإنهم يؤمنون لكن يسرون التكبير، الإمام والمأمومون يسرون بآمين في الصلاة السرية. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.